طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. والبداية من العناوين. في العنوان الأول: بعد هطول الأمطار شوارع البصرة تغرق بمياه الأمطار. وفي العنوان الثاني في هذه الحلقة: أسواق البصرة تعاني من الإهمال الحكومي وازدياد النفايات. أما في العنوان الثالث: قوة من ميليشيا الحشد تعتدي على بعض قضاة الموسم. وفي العنوان الرابع لهذه الحلقة: الكادر التدريسي في محافظة كربلاء يصلح المقاعد التدريسية على نفقته الخاصة. ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث غصت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع التي تصور غرق شوارع محافظة البصرة. المحافظة التي تعاني أصلاً من ندرة المياه الصالحة للشرب، اليوم تعاني من غرق شوارعها بعد هطول الأمطار في العراق. فلنشاهد هذا المقطع. شوف يا سيادة المحافظ، ضمه نغل بيوتنا. الله أكبر، لحقونا. شلون والله نجرد. في مقطع آخر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر غرق شارع المدارس في منطقة الأمن الداخلي، كذلك في محافظة البصرة. فلنشاهد. هاي منطقة الأمن الداخلي. منطقة الأمن الداخلي. شوف. هاي منطقة الأمن الداخلي. شارع بمربع، المربع بسبع مدارس. سبع مدارس. وما حلوا هاي المشكلة، كل معضلة هذا الشارع يريد لبوري، البوري 5 أمتار لا أكثر ولا أقل. يربط الشارع هذا الفرعي بالشارع ذاك الرئيسي، كل شيء ينتهي. كرين ولوري وبوري، ويراد لها اهم شيء واحد شريف. كل معضلتنا ساعتين عمل. شوف هاي الافرع الثانية شلون ناشفة، هاي الافرع الثانية كلها ناشفة. شوفوها شلون ناشفة. وهاي يسمونه شارع المدارس، الله يكرم. حتى المناطق التي تعتبر بأنها مناطق راقية في محافظة البصرة لم تسلم من غرق شوارعها بمياه الأمطار، وذلك بسبب الإهمال الحكومي. فلنشاهد. هاي جنينة أرقى منطقة بالبصرة، باشا ورحها المقطع التالي يوضح معاناة طلاب المدارس في محافظة البصرة وهم يمشون في شوارعها الغارقة. فلنشاهد. السلام عليكم. الآن في محافظة البصرة في منطقة القزيزة بالتحديد، الآن مطرت تقريبا ساعة وفاضت الشوارع ما شاء الله. سوء المجاعة
المجاري الصحية تعبانة وهاي الطلاب يجوا المدرسة. السلام عليكم. الآن في محافظة البصرة هاي الطلاب جو المدرسة غرقانين خطير. ما شاء الله بحيرة في المنطقة صايرة. منذ العام 2003 ولغاية الآن لم تتخذ الحكومات المتعاقبة على العراق إجراءات فعالة لتجنب مياه الأمطار التي دائما ما تتسبب بغرق الشوارع إن كان في العاصمة بغداد أو البصرة أو باقي محافظات العراق، مما يدلل على إهمال تلك الحكومات لأبسط الخدمات ومنها فحص وصيانة المجاري، مع العلم بأن ميزانيات بلديات المدن العراقية كبيرة جدا، لكن الفساد يحصد كل هذه الأموال لتذهب إلى جيوب الفاسدين. إلى تفاصيل الخبر الثاني، الإهمال والنفايات في سوق منطقة الخمسة ميل في البصرة، حيث باتت ظاهرة النفايات المنتشرة في البصرة وفي بغداد وفي غيرها من المحافظات ظاهرة مع الأسف غير حضارية وغير صحية، تهدد الناس بالأمراض وبتلوث البيئة. فلنشاهد المقطع التالي. وهذا طبعا شو هالأدوات، وهاي الجهة الثانية للسوق، هاي الجهة الثانية للسوق. والله ما أدري وين توصل يا الحكومات التعبانة. هذا سوق خمسة ميل، نهرين، حائطاته، طبعا المي على الجهتين والنفايات على الجهتين، ووضعية كلش كسي. مع الأسف هذا حال أسواق وشوارع البصرة. إلى تفاصيل الخبر الثالث، وهو اعتداء ميليشيا الحشد بقيادة أبو جعفر قدو وهو شقيق النائب حنين القدو على قسم من قضاة تحقيق الموصل في الجانب الأيسر، بسبب إبلاغ القاضي للنائب السابق حنين القدو بأن عليه أمر إلقاء القبض قد صدر في وقت سابق. فلنشاهد هذا المقطع. على مواقع التواصل الاجتماعي تم تداول مقطع مصور يظهر آثار تفجير سوق القيارة جنوب الموصل والذي راح ضحيته 40 بين قتيل وجريح. فلنتابع.
سوق القيامة. بعد يأسهم من الحكومة ووزارة التربية، قام الكادر التدريسي في مدرسة السواعد الابتدائية بناحية الجدول الغربي في كربلاء قاموا بإصلاح المقاعد الدراسية على نفقتهم الخاصة. فلنشاهد هذا المقطع. إلى فقرة آراءكم، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجلته كاميرات المراقبة في شارع الاستقلال في البصرة، يوضح قيام القوات الحكومية إبان التظاهرات إطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين في البصرة الذين كانوا يبحثون عن منفذ للهروب من حصار النار الذي كانت تطبقه عليهم قوات الأمن. فلنشاهد هذا المقطع. نحن نشاهد هذا المقطع، طبعا مسجل بتاريخ 3 سبتمبر من هذا العام. نشاهد الآن قيام هذا العنصر الأمني بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين من مسدسه، يقوم بتغيير مشط المسدس، يضع العتاد في هذا المسدس، ومن ثم يقوم بإطلاق النار مرة أخرى على المتظاهرين. طبعا في ذلك الوقت كان الحديث عن عناصر مندسة وإلى آخره قامت بقتل المتظاهرين، ولم تقم السلطات الحكومية بالتحقيق في قتل
المتظاهرين بشكل صحيح، ونحن نشاهد هذه المقاطع التي تم تصويرها عبر كاميرات المراقبة، صور واضحة لإطلاق النار من قبل العناصر الأمنية على المتظاهرين مباشرة. هذا المقطع أثار الكثير من التعليقات على موقع فيسبوك، اخترنا لكم بعضا من هذه التعليقات. ثائر التميمي كتب: هذا يجب البحث عنه، هو زمرته ومحاسبته قانونيا وعشائريا، لأن وجدت جثث الشباب بالقرب من هذا المكان في حينها. أحمد جواد علق: للأسف قوات مرتزقة وتشارك بالمظاهرات، يعرف إيش قد الحقد ضد المتظاهرين، بس المشكلة بهيج أمور ما حد يطالب بحق الناس الأبرياء. إيهاب الحلفي علق: والتحقيق وين صار؟ لو ركضت ورا الناس الفقراء تعتقلون بيهم. صادق المالكي: هاي الحكومة تحاسب بس المواطن الفقير والناس العزل، لأن هالحكومة عميلة كلها أحزاب ومرتزقة وخونة. أحمد البصراوي: وين كان هذا التصوير؟ ما عرفته، خلي الحكومة الفاسدة تشوف قواتها الخسيسة كما قال الجبناء. أبو زهراء العبودي: هذول مرتزقة إيران الجبناء، بس على الفقير واللي يطالب بحقه يصيرون زلم. إلى فقرة هاشتاج. هاشتاج اليوم: لا لقطع الانترنت. قبل أيام أعلنت الحكومة قطع خدمة الانترنت في عموم العراق لمدة ساعتين إلى ثلاثة، والحجة هي منع ظاهرة الغش في الامتحانات. اليوم أطلق ناشطون هاشتاج لا لقطع الانترنت، اخترنا لكم بعضا من هذه التغريدات. حيدر غرد: سيتوجه 53 ألف طالب لأداء الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية، ومن المتوقع مثل كل سنة سيتم قطع الانترنت في عموم العراق لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات في الصباح الباكر لمنع الغش وتسريب الأسئلة، لا لقطع الانترنت. محمد صالح غرد: فجاءني تنويه صادر من وزارة الاتصالات يعلن قطع خدمة الانترنت في العراق أوقات امتحانات المرحلة المتوسطة والإعدادية، فكرت كثيرا عن أي نظام نتحدث وعن أي حكومة وأي وزارة، إذا لم نستطع ضبط قاعة امتحان كيف يمكن ضبط البلد؟ يبدو أن المشكلة أكبر مما نعتقد، لك الله يا عراق. علي غرد: قطع الانترنت أيام الامتحانات بأمر من الحكومة، هو إقرار غير مباشر منها بتسرب الأسئلة. أحمد غرد: ضعيف الحيلة، شي يسوي؟ يقطع النت. فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد، وإلى فقرة ما بعد الهاشتاج، اخترنا لكم في حلقة هذا اليوم بعض الفيديوهات. نبدأ بالأول: هل تعاني من الوحدة؟ هل تريد الحديث عن همومك؟ رجل تركي اتصل بالشرطة التركية أكثر من 45 ألف مرة في سنة واحدة، والسبب هو للحديث معهم، فنشاهد المقطع التالي. We'll be right back.
لم تعرف الطفلة ملاك أبو جزر أن الموت سيلاقيها عند طريق الهجرة بين تركيا واليونان. هربت من الموت في قطاع غزة ليلاقيها الموت في البحر. فلنشاهد هذا التقرير المحزن. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.